صباح من رحيم، تحية للجميع. اللغة الفرنسية، هذه الفقرة ستكون مع الإعلاميات ومع موضوع لا كارت مير، اللوحة الأم. لا كارت مير كما سنرى يعني هي واحد اللوحة تثبت عليها باقي مكونات الحاسوب، بارفوا أبلي موبو، أحيانا تنادى موبو. عندنا هنا لو فيرب أبلي، لو فيرب أبلي في الغالب تستعمل جوج ديال المعاني. في المعنى الأول ممكن أنني أقول مثلا جو مابيل أحمد، أنا أنادى أحمد، المقصود أنني أسمى أحمد. كاين المعنى الآخر مثلا أبيل أحمد، يعني نادي على أحمد. عموما لو فيرب أبلي أنه المقصود به نادى. بارفوا أبلي، أحيانا أبلي يعني أنها تنادى، تنادى ماذا؟ موبو، المقصود أحيانا تسمى موبو. إذا ممكن أننا نقول لا كارت مير أو نقول موبو. ما معنى كلمة موبو؟ سي لا كونتراكسيون دي مو أنجلي مادربورد. سي لا كونتراكسيون يعني هي تجميع. سي لا كونتراكسيون. كونتراكسيون المقصود بها ديمينيسيون دو فوليم با روسيرمون. ديمينيسيون المقصود بها تجميع يعني تقليل. ديمينيي يعني أنك تقلل من شيء. إذن ديمينيسيون دو فوليم با روسيرمون، إذن نتكلم عن تقليل الحجم ولكن با روسيرمون يعني من خلال الضغط. تجي من فعل صاغي، صاغي يعني أنك تضيق واحد الحزام، أنك تشد حبلا مثلا حول شيء، يعني أنك تشد حبلا وتضغطه، يعني أنك تشد حبلا بشكل شديد حول شيء. إذا نتكلم عن صاغي، هنا عندنا غسيرمو. إذا نتكلم عن تقليل حجم من خلال الشد أو الضغط، ديمينيسيون دو فوليم با غسيرمو. إذا هذا معنى ديال كونتراكسيون. إذا المقصود هنا سلا كونتراكسيون دي مو أنجلي مادربورد. إذا كما لو نقول بأننا أخذنا كلمة مادربورد ثم ضغطنا من الجوانب بقوة حتى بقيت لنا أربعة أحرف لي موبو. إذا كما نرى كلمة مادربورد فيها M O ثم فيها B O، إذا بقيت لنا هاد أربعة أحرف. إذا فاقتصرنا على هاد الكلمة المكونة من أربعة أحرف، فكلمة موبو هي اختصار لكلمة مادربورد. إذا هذا هو المقصود ب كونتراكسيون دي مو أنجلي مادربورد باغ لي كونيسور. طبعا الحال عندنا هنا ب العارفين، كونيسور عدها علاقة بفعل كونيتر، كونيتر يعني عرفة. باغ لي كونيسور، إذا كما نقول بالعارفين، المقصود هنا من خلال العارفين، بمعنى آخر من خلال المحترفين. إذن الناس التي تعرف فالإعلاميات وفي مكونات الحاسوب ستشهد شهادة، ستقول كلمة بمعنى آخر. إذن par les connaisseurs من خلال العارفين la carte mère porte bien son nom. إذن اللوحة الأم تحمل بشكل جيد اسمها. ما معنى هذا؟ معنى أن هذه اللوحة التي سميت بلا كارت مير، إذن فهذا الاسم تستحقه بجدارة، وهو يعبر عن دورها بمعنى آخر. إذن عندما نقول لا كارت مير اللوحة الأم، فهي فعلا كما نقول لوحة وأم بمعنى آخر. إذن لا كارت مير بورت بيان سون نو، إذن اللوحة الأم تحمل بشكل جيد اسمها، المقصود أنها تستحق اسمها. C'est le composant principal de votre ordinateur. إنها المكون الأساسي لحاسوبك. طبعا الحال لو كومبوزون يعني المكون. هاد الكلمة عندها علاقة بفعل كومبوزي يعني ركب أو كون. كلمة لو كومبوزون تذكرنا بفعل كومبوزي. كومبوزي يعني ركب أو كون، أو سو كومبوزي يعني أنه يتركب أو يتكون. لو فيرب سو كومبوزي يعني يتركب أو يتكون. إذن سي لو كومبوزون برينسيبال دو فوتر أورديناتور،
إنها المكون الأساسي لحاسوبك. إذا بطبيعة الحال لما كانش لاكارت مير ما عدناش فين غننزلو المكونات الأخرى الخاصة بالحاسوب. طبعا عندما نتكلم عن لي كومبوزون يعني المكونات، المقصود بها هنا المكونات الأساسية للحاسوب التي بدونها لا يعمل الحاسوب. إذن سي لو كومبوزون برينسيبال دو فوتر اورديناتور، سي لو كومبوزون برينسيبال دو فوتر اورديناتور، سولوي كي سيرفيرا، سولوي كي سيرفيرا، التي تصلح. طبعا هذا الحال عندنا لو فيرب سيرفير يعني صالحة. سولوي كي سيرفيرا التي تصلح اتونير لربطي ولشدي. عندنا لو فيرب تونير، جو تيان لا بورت، جو تيان لا بورت يعني انا اشد او اقبض على الباب. جو تيان لا بورت، جو تيان لا سوليسيون يعني انا اقبض على الحل، المقصود ان الحل عندي. جو تيان لا سوليسيون، انا اقبض على الحل او انا اشد الحل، ولكن المقصود ان الحل عندي. اذا عندنا لو فيرب تونير، اذا celui qui servira à tenir، celui qui servira à tenir est relié. إذن التي تصلح لشدي est relié وربطي. طبعا الحال لو فيرب لي او كما عندنا هنا relié يعني ربط. tous les autres يعني كل الباقي، tous les autres كما نقول هنا كل الاخرين، المقصود tous les autres composants. C'est le composant principal de votre ordinateur, celui qui servira à tenir et relier tous les autres composants. التي تصلح لشد وربط كل باقي المكونات. طبعا اختصرت الجملة هكذا et relier tous les autres وربط كل الباقي. إذن هنا عندنا تنير يعني الشد، تنتكلم على هذه اللوحة بأن تشد باقي المكونات. ثم عندنا لو فيرب غولييه، ثم عندنا لو فيرب غولييه. ما معنى غولييه هنا؟ ما معنى غولييه؟ يعني ان تتلعب الدور ديال المواصل بين هاد المكونات حتى تتفاعل هاد المكونات، نقصد مكونات الحاسوب، ثم تتعاون فيما بينها، ثم تتعاون فيما بينها. اذا كل مكون مكون من هاد المكونات الا وله دور. اذا عندنا غولييه، غولي يعني أنها تربط، يعني المقصود أنها تلعب دور الموصل بين كل هذه المكونات، المقصود أن تمكن مكونات الحاسوب الباقية من التفاعل فيما بينها والتعاون فيما بينها. فإذا أعطيت مثلا أمرا لبرنامج مثلا للقيام بأمر ما، إذن طبعا كل هذه المكونات ستلعب أدوار مختلفة استجابة لهذا البرنامج مثلا. فكل مكون مكون من مكونات الحاسوب إلا وله دور وبصمة في هذا العمل الذي أطلبه أنا مثلا من برنامج معين. إذن كيف ستتفاعل هذه المكونات فيما بينها وكيف ستستجيب لبعضها بعضا؟ طبعا سيكون ذلك من خلال اللوحة الأم، يعني أن هذه اللوحة الأم هي اللي تتربط بنات هاد المكونات وتتخلي هاد المكونات أن تعمل جماعة كما نقول. إذن celui qui servira à tenir et relier tous les autres. الفيس يعني أنها مربوطة بلافيس، لافيس يعني هو المسمار اللولبي. إذن الفيس يعني أنها مربوطة par des vis. Le verbe visser c'est fixer ou bien faire tenir avec une vis. إذن visser المقصود به fixer، fixer يعني أنك تثبت، أو bien faire tenir avec une vis، أنك تعمل على التثبيت avec une vis يعني من خلال مسمار لولبي، أو bien avec des vis أو من خلال عدة مسامير لولبية. عكس visser هو dévisser، dévisser يعني أنك تحل هاد المسامير. إذن في العادة عندنا لافيس ثم عندنا لو تورنفيس، عندنا لافيس ثم لو تورنفيس. اذا عندنا هاد الاداه التي تستعمل لتدوير هاد المسمار سواء لحله او لتثبيته
إذا يسمى لو تورن فيس. ألي فيسي أو بواتي دو فوتر بيسي، يعني أنها مربوطة بهد المسامير أو بواتي دو فوتر بيسي، يعني أنها مربوطة بهيكل حاسوبك. دو بلوس أل بوسيد لي كونيكتور. دو بلوس يعني زيادة على الذي قلنا، دو بلوس يعني زيادة أو أكثر من ذلك. دو بلوس أل بوسيد يعني أنها تمتلك. لو فيغ بوسيد المقصود به امتلك. أل بوسيد لي كونيكتور أو بيان سلوتس. بطبيعة الحال كلمة إنجليزية. أل بوسيد لي كونيكتور بور أكوييغ دي ديزان دو كومبوزون et périphériques, en plus des éléments indispensables décrits sur cette page. هاد اللوحة الأم elle possède, يعني هي تمتلك les connecteurs, أن تمتلك هاد المداخل أو هاد المرابط. تنتكلم على لغة connecté يعني اتصال، ومنها la connexion. إذا نتكلم عن la liaison يعني الاتصال أو الارتباط. إذا ملي تنتكلم على la connexion يعني بحال تنتكلم على الارتباط بالعالم الآخر أو الارتباط بباقي مكونات الشبكة. إذا نتكلم عن لا كونيكسيون، ومن فعل كونيكتي، ومن فعل كونيكتي سيتادير متر اون ليزون، يعني أنك تجعله في ارتباط، يعني أنك تجعل هذه الأشياء مرتبطة فيما بينها. إذا نتكلم عن لوفا كونيكتي أو سو كونيكتي، يعني أنك أنت ترتبط بالجانب الآخر. إذا نتكلم عن لوفا سو كونيكتي. إذن نتكلم هنا عن هاد اللوحة الأم، نقول عنها elle possède les connecteurs، يعني أنها تمتلك هاد الروابط كما نقول، أو أنها تمتلك هاد المداخل التي من خلالها ترتبط بباقي المكونات أو بباقي ما يحيط بالحاسوب. elle possède les connecteurs، يعني أنها تتوفر أو تمتلك كما عندنا هنا. ففي داخل الحاسوب هاد اللوحة الأم تتوفر على مداخل بأنواع وبأشكال، يعني كل مدخل أنه يصلح لمكون معين. إذن فداخل الحاسوب بطبيعة الحال اللوحة الأم ترتبط بباقي المكونات من خلال مداخل داخلية. Elle possède les connecteurs pour accueillir des dizaines de composants. إذن هي تمتلك موصلات، إذن هي تمتلك مداخل، نشبهها بأبواب، نتكلم عن فتحات ترتبط من خلالها بباقي المكونات. إذن elle possède les connecteurs pour accueillir، من أجل استقبال des dizaines، من أجل استقبال العشرات de composants، العشرات المكونات. et périphériques، ومن المحيطات. إذا نتكلم هنا عما يحيط بالحاسوب من مكونات أخرى لكنها خارجية، ليست ضرورية لكي يعمل الحاسوب لكنها تقوم بأدوار أخرى، مثلا لوحة الأزرار، الفأرة، لامبريمونت، الطابعة، لسكانر أو بيان لسكانر. إذن هذه كل أجهزة تحيط بالحاسوب لكنها ليست ضرورية لكي يعمل الحاسوب. إذن نسميها بيريفيريك en plus des éléments indispensables، بالإضافة للعناصر المهمة ديكري سور سيت باج، الموصوفة على هذه الصفحة. إذن pour accueillir des dizaines de composants، من أجل استقبال العشرات المكونات، et périphériques والمحيطات، en plus des éléments indispensables، بالإضافة للعناصر الضرورية. إذن العناصر الضرورية ديكري يعني أنها موصوفة سور سيت باج، على هذه الصفحة. نتكلم هنا عن الصفحة التي نحن بصددها والتي في كل مرة نأخذ منها جزئية ثم نشرحها. au niveau logiciel ensuite، يعني على مستوى البرامج، هنا بطبيعة الحال على مستوى البرنامج. ensuite فيما بعد chaque information، يعني كل معلومة. envoyer مرسلة، بطبيعة الحال نتكلم هنا على لغة envoyer. envoyer يعني أنك ترسله. envoyer une lettre، envoyer un message يعني أنك ترسل رسالة. إذن chaque information envoyée، كل معلومة مرسلة، au reçu أو أنها مستقبلة. تنتكلم هنا على لو فيرب recevoir. recevoir يعني استقبلة. au niveau logiciel ensuite، يعني على مستوى البرنامج أيضا. chaque information يعني كل معلومة،
envoyé mursala ou reçu au مستقبل عندنا الverbe envoyer وعندنا الverbe recevoir عندنا فعل ارسل وعندنا فعل استقبل par le matériel يعني من خلال المكون طبعا تحل كيف ما كان هذا المكون في الحاسوب الدور ديالو انه تستقبل المعلومات يا اما يعالجها يا اما يقوم بواحد الدور معين في اطار العمل اللي يقوم به الحاسوب اذا شاك انفورماسيون envoyer كل معلومه مرسله او reçu او مستقبله par le matériel من خلال المكون طبعا الحال مكون الحاسوب او ان بروغرام او حتى لو كان برنامج ممكن نتكلم عن برنامج مثلا الوورد اننا تنعطيه معلومات ليعالجها ليكبر الكتابه ليقوم بجدوله هذه المعلومات مثلا اذا نتكلم عن هذا البرنامج انه يستقبل معلومات ليعالجها بطريقته الخاصه اذا شاك انفورماسيون يعني كل معلومه envoyée مرسله او reçue او انها مستقبله par le matériel من خلال المكون او ان بروغرام او من خلال برنامج المقصود ان البرنامج هو الذي يرسل هذه المعلومه او ان البرنامج يستقبل المعلومه الذي يهمنا هنا المعلومه في حد ذاتها سواء كانت مرسله او مستقبله سواء كانت مرسله من مكون الحاسوب او مرسله من برنامج ما او سواء كانت المعلومه مستقبله من خلال مكون الحاسوب كيفما كان المكون او مستقبله من برنامج معين على الحاسوب طبعا تحل في الحاسوب هناك عده برامج اذا نحن نتكلم عن هذه المعلومه في اطار تحركها اذا باس فورسيمون هذا نرفع باسي مقصود بامضى والمقصود بايضا مره اذا هذه المعلومه باس فورسيمون بار ال تمر حتما من خلالها اذا ففي اطار هجره او تحرك هذه المعلومه سواء كانت مرسله او مستقبله من طرف مكون او من طرف برنامج اذا فحركه هذه المعلومه تمر حتما بار ال من خلالها المقصود من خلال اللوحه الام يعني ان اللوحه الام هي التي تمر من خلالها هذه المعلومات سواء كانت مرسله او مستقبله من كل هذه المكونات او من كل هذه البرامج الموجوده على الحاسوب اذا فهي تلعب دوران مهمان الدور الاول هو تثبيت المكونات والدور الثاني وهو الاهم انها تلعب الدور المواصل بين هذه المكونات سي اوسي انه ايضا سور اون بتيت بارتي دو لا كارت مير كو سو تروف لا روم انه ايضا على جزئيه على مكان صغير هنا طبعا الحال على جزئين صغير دو لا كارت مير من اللوحه الام اذا سي اوسي سور اون بتيت بارتي دو لا كارت مير انه ايضا على منطقه صغيره من اللوحه الام كو سو تروف لا روم هنا عندنا بان توجد لا روم المقصود حيث توجد لا روم لا روم المقصود بها اون انغلي بالانجليزيه ريدون لي ميموري المقصود بها لا ميموار مورت يعني الذاكره الميته ريدون لي ميموري لا ميموار مورت الذاكره الميته لا ميموار مورت اذا نتكلم عن ذاكره ميته نتكلم هنا بالاساس عن قطعه صغيره من الحاسوب ملصقه على اللوحه الام تشحن عليها معلومات لا يمكن ان تمحى طبعا الحال حتى ولو في غياب التيار الكهربائي يشحن عليها برنامج لا يمحى حتى ولو في غياب التيار الكهربائي اذا هذه القطعه تحافظ على هد المعطيات حتى ولو في غياب التيار الكهربائي اذا نسميها لا ميموار مورت كما نقول الذاكره الميته المقصود انه لا يمكن محوها ولا تغيير ما بها اذا هنا نتكلم عن لا كارت مير سي اوسي سور اون بتيت بارتي دو لا كارت مير كو سو تروف لا روم انه ايضا على جزء صغير من اللوحه الام حيث يوجد لا روم المقصود حيث توجد هاد الذاكره الميته سور لاكال التي عليها ايتون ريجستري التي عليها مسجل سور لاكال ايتون ريجستري لو بيوس التي عليها يسجل البيوس معنى كلمه بيوس سيستم تي بروغرام
gérant la configuration de base. C'est un petit programme. Et donc, on parle d'un programme صغير gérant. يعني مسيرا تتكلموا على لو جيرون يعني مسير ومن فعل جاغي عنده علاقه بفعل جاغي جيغي يعني سيره اذا استمتي بروغرام جيرون لا كونفيغوراسيون مسيرا لا كونفيغوراسيون لا كونفيغوراسيون مقصود بها فورم اكستيريور دون شوز اذا نتكلم عن شكل او مظهر خارجي لشيء ما يسمى لا كونفيغوراسيون الذي عندنا هنا نتكلم عن ensemble des éléments d'un système. إذا نتكلم عن مجموعة عناصر نظام. إذا على شاشة الهاتف نرى عناصر البرامج الموجودة بهد الهاتف نراها مقدمة بشكل ما. نراها تأخذ مظهرا ما. إذا تقديم هاد البرامج بأشكال مختلفة نطلق عليه la configuration. إذن تقديم عناصر المكونة لنظام تشغيل الهاتف بهذا الشكل نسميها لا كونفيغوراسيون إذن كما نقول المظهر الخارجي أو كما نقول مجموعة عناصر هذا النظام المشغل للهاتف نفس الشيء بالنسبة للحاسوب ولباقي الأجهزة الإلكترونية إذن بالنسبة للحاسوب نتكلم عن تي بروغرام جيرون لا كونفيغوراسيون دو باز إذا نتكلم عن برنامج صغير مسير لهذا الواجهة دو باز إذا نتكلم عن واجهة أساسية دو باز لا باز يعني القاعدة إذا نتكلم عن برنامج سيتخذ كقاعدة لتظهر بقية البرامج إذا نتكلم عن تي بروغرام جيرون لا كونفيغوراسيون دو باز إذا نتكلم عن برنامج صغير مسير للمظهر الخارجي أو مسير للعناصر الأساسية للحاسوب عند تشغيل الحاسوب إذا نتكلم عن واجهة أساسية دي ماتيريال لباقي مكونات الحاسوب إسو شارجون هو يتكلف كما نقول هنا مكلفا دوفار ليجعل لو ليان افيك فوتر سيستيم ديكسبلواتاسيون ويندوز لينكس اتسيتيرا إذا نتكلم عن برنامج صغير يتكلف أيضا دوفار لو ليان يتكلف أيضا دوفير لو ليان ليعمل ربطا avec votre système d'exploitation Windows, Linux, etc. إذا نتكلم عن برنامج صغير يتكلف بتسيير الواجهة الأساسية للحاسوب عند تشغيله ثم نتكلم عن دور مهم آخر لهذا البرنامج الصغير الذي يسمى البيوس وهو العمل على ربط الحاسوب بنظام التشغيل إذا نتكلم عن سيستم ديكسبلواتاسيون هنا عندنا نظام الاستغلال ليكسبلواتاسيون تجي من فعل اكسبلواتي يعني استغل ولكن المقصود به هنا نظام التشغيل طبعا هو نظام استغلال والاستفادة من البرامج ومن باقي مكونات الحاسوب لكنه أيضا نظام تشغيل للحاسوب فبدون هذا النظام لا يمكن للحاسوب أن يشتغل إذا لكي يربط الحاسوب بهذا النظام المهم لابد من النظام الصغير الذي يسمى لوبيوس إذن لكي يربط الحاسوب بهذا النظام المهم الذي يسمى نظام تشغيل سواء كان الويندوز أو لينكس أو غيره إذن لابد من هذا النظام الصغير الذي يسمى لوبيوس إذن كما قلنا سي اوسي ان بتيت بارتي دو لا كارت مير كو سو تروف لا روم سور لاكال ايت انريجستري لوبيوس Petit programme gérant la configuration de base du matériel et se chargeant de faire le lien avec votre système d'exploitation Windows, Linux. Ces réglages sont conservés en mémoire même en l'absence de courant. Ces réglages. إذن هذه الترتيبات أو هذه الإعدادات تجي من فعل régler. Régler يعني أنك ترتب وتسدد إلى آخره. إذن ces réglages sont conservés. هذه الإعدادات هي محفوظة. عندنا لو فيرب conserver ومنها كلمة la conserve يعني الطعام المحفوظ. إذا نتكلم عن aliment conserver ومنها l'aliment conserver يعني الطعام المحفوظ أو بما نسميه la conserve. La conserve يعني الطعام المحفوظ أو معلب. هنا نتكلم عن هاد التعديلات وهاد الترتيبات
او هاد الاعدادات سي ريغلاج سون كونسيرفي، يعني ان هاد التعديلات او هاد الترتيبات او هاد الاعدادات سون كونسيرفي، يعني انها محفوظه اون ميموار، يعني في الذاكره. ميم اون لابسونس دو كورون، ميم اون لابسونس، حتى في غياب دو كورون. طبعا بحال المقصود لو كورون الكتريك، يعني التيار الكهربائي، حتى في غياب التيار. ميم اون لابسونس دو كورون، المقصود هنا حتى في غياب الطاقه، غراس او سي ام او اس. سي ريغلاج سون كونسيرفي اون ميموار ميم اون لابسونس دو كورون غراس او سي ام او اس. المقصود بها كومبليمنتري ميتال اوكسيد سيمي كوندكتور. اذا عموما تعني تقنيه لصناعه مكونات الكترونيه. اذا نتكلم عن تقنيه لصناعه المكونات الالكترونيه تسمى سي ام او اس. اذا بما يعني كومبليمنتري ميتال اوكسيد سيمي كوندكتور. اذا اليمونتي بار لا بيل، يعني انها تزود بالطاقه بار لا بيل من خلال البطاريه دو لا كارت مير، بطاريات اللوحه الام. الذي يهمنا هنا ان هذه الاعدادات التي نقوم بها سون كونسيرفي، يعني انها تحفظ اون ميموار، انها تحفظ في الذاكره ميم اون لابسونس دو كورون، حتى ولو في غياب الطاقه الكهربائيه، حتى ولو فصلنا الجهاز عن الطاقه الكهربائيه غراس، بفضل غراس او سي ام او اس. اذا بفضل هذه التقنيه اليمونتي بار لا بيل، اذا نتكلم عن هذه التقنيه اليمونتي بار لا بيل التي تطعم كما نقول، التي تزود بالطاقه. اليمونتي يعني ان تغذى، المقصود ان تزود بالطاقه. اليمونتي بار لا بيل دو لا كارت مير، يعني انها تزود بالطاقه من خلال بطاريات اللوحه الام. اذا هذه باختصار اللوحه الام وبعض ملحقاتها الاساسيه. اذا لا كارت مير بارفو ابلي موبو كونتراكسيون دي مو انغلي مودر بورد بار لي كونيسور، لا كارت مير بورت بيان سون نو، سي لو كومبوزون برينسيبال دو فوتر اورديناتور، سيلوي كي سيرفيرا ا تونير اي رولي تو لي زوتر. Elle est vissée au boîtier de votre PC. De plus, elle possède les connecteurs slots pour accueillir des dizaines de composants et périphériques, en plus des éléments indispensables décrits sur cette page. Au niveau logiciel ensuite, chaque information envoyée ou reçue par le matériel ou un programme passe forcément par elle. C'est aussi sur une petite partie de la carte mère que se trouve la ROM sur laquelle est enregistré le BIOS, petit programme gérant la configuration de base du matériel et se chargeant de faire le lien avec votre système d'exploitation Windows Linux. Ces réglages sont conservés en mémoire même en l'absence de courant grâce au CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor alimenté par la pile de carte mère. إذا مكتبات قدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.